مش بفرصه تشتغل. ده منتخب مصر الاولمبي، احنا وصلنا اولمبيات 12 مره في تاريخ مصر. ايوه ان شاء الله باذن الله عندنا البطوله اللي جايه في باريس 24، الكوره في باريس غير الكوره كمان في في في, في طوكيو في اليابان. فان شاء الله باذن الله الطبيعي ان احنا نكون مقدمين منتخب في 2024، علشان كمان ده هيكون هو النواة ان شاء الله باذن الله لمصر في كاس العالم 2030 ان شاء الله. ودي ان شاء الله بطوله هتهمنا جدا باذن الله، والايام هتثبت هذا الكلام. لكن بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، التجييش للهجوم والتهييج والتوجيه في جزء، وزائد المدربين او مجموعه من المدربين اللي خدوا فرص قبل كده. حضرتك شايف انه ده بيتم من مجموعه مدربين بالقصد يعني؟ بدات لكن بعد كده بقى فيه تجييش وتوجيه وخلافه. طب بمناسبه التجييش يعني على فكرة، اتفضل يا فندم. انا كنت بعرف، انا عارف ان بعد ساعه من دلوقتي مثلا امبارح هيبقى فيه هجوم على الاتحاد بكذا وعلى المدرب بكذا. ايه ده بيجي لك خبر يعني؟ ولا توقع ولا تنبؤ ولا ايه؟ لا 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 لا، بيتقال انتوا هتتهاجموا بعد كذا. تمام. لكن سيبك من الكلام ده كله، انا عايز بمنتهى العقل يا استاذ شريف، انا افترض ان انا دلوقتي بتكلم كلام مش صحيح. حضرتك، انا بقول لك في مدرب حقق بطوله في مرحله الشباب ووصل وحقق بطوله افريقيا، خد وسام من السيد الرئيس، كرمه السيد الرئيس واداله وسام، ثم هو جهاز واللاعبين، ثم فحضرتك بتقول انك بتختار الاسم اللي مرتبط ب بمرحله بنتائج اللي عنده بنتائج محدده. المدرب المصري اللي عنده نجاحات في هذا في هذه المرحله ممكن تقولي الحاجه الاخيره، وانا ويمكن دي اترددت النهارده، هي مش بالشكل ده، هي مساله ان بعد 3 سنين من العمل والوصول للاولمبياد وتحقيق البطوله الافريقيه اكيد المرتبات بتتضاعف. هو تردد انه تعديل المرتب وتغييره كان سبب في اختياره. هو مش تعديل خالص، هو احنا بنبتدي دي مرحله جديده بفرقه جديده بتشتغل سنتين، اكيد ما هياش هي اللي وصلت للطب وخدت بطوله افريقيا وراحت الاولمبياد، فعشان كده تم التخفيض. بيختلف عن هنا، هو مش تخفيض، هو كانه هو اتفاق جديد، لان اتفاقه القديم انتهى بنهايه الاولمبياد. كون ان الكابتن شوقي غريب يقبل كل الحلول دي، انا شايف ان ده، انا الحقيقه مستغرب جدا جدا من حاله الهجوم. انا حد يقول لي يا جماعه المدرب ده هو اللي بيحقق نجاحات، وان هو بدا بمرتب جديد مختلف عن الاولاني او اقل من الاولاني. بصرف النظر على المرتب، هو يا رب ياخد 10 اضعاف. انا بتكلم حد يقول ان احنا جبنا سايبين مدربين ناجحين في هذه المرحله وجبنا حد فشل في المرحله. طب عندي سؤال بقى بخصوص كل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، التوقعات والحرب او الحملات اللي حضرتك بتشير ليها، اكيد متوقع. هل اولا هل اسم احمد مجاهد يبقى اسم مطروح في الانتخابات الدائمه اللي جايه للاتحاد؟ انا 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 لا يجوز لي، لا يجوز ليك اصلا وفقا للنص، لان اصلا انا المفروض ان دي اللجنه دي هي لجنه الانتخابيه لاداره العمليه الانتخابيه، او الفيفا ما ينفعش تدخل نورماليزيشن كوميتي او لجنه التطبيع. الاعضاء في هذه اللجنه لا يجوز لهم الترشح طبقا لقواعد وتعليمات الاتحاد الدولي. فانا ماليش، لكن وجودك في اللجنه، وجودك بخبرتك او بتجاربك السابقه في اتحاد الكوره يخليك واحد من اللي بيشاوروا او واحد من المؤثرين، ولا انا غلطان؟ والله بص، انا هقول لك على حاجه. انا الايام اللي فاتت دي بدات احس ان ال 28 29 سنه اللي الواحد اشتغلهم في الكوره هو الناس يعني ليه ما حدش بيقيم الاشخاص؟ سيبك من الحب والكره، انت ممكن تبقى متضايق من شايف ان احمد شخص مش دمه خفيف، لكن في الاخر بتاع قيمه هو بيجتهد ولا لا، بيبذل مجهود ولا لا، بيخترق او بيقتحم مشاكل ولا لا، وفي الاخر قيم. لكن انت تقييمك كله اول ما يتقال شو غريب، انا بريده بيدير الاتحاد من الباطن، الراجل قاعد لا بيه ولا عليه، راجل عضو مجلس فيفا ولا بيه ولا عليه، مش هيتدخل في يعني تعيين في 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 منتخب من منتخبات المراحل او المنتخبات الاولمبيه. اول ما يتقال طبعا اصل بيعملوا يا حبيبي قيم. مفهوم. قول انا عندي واحد حقق المدرب الوحيد اللي وصل الاولمبياد بخلاف الكابتن شوقي غريب من اللي لسه موجودين في المرحله العمريه ويقدر يشتغل، هو الكابتن هاني رمزي. هو كل الاتفاقات وكل الكابتن هاني رمزي الوحيد اللي ما اتكلمش تقريبا. مفهوم.
بنتمنى لك التوفيق في كل الخطوات اللي بتتم حاليا سواء على مستوى المنتخب او على مستوى المنتخب الاولمبي، توصل باللجنه او توصل مع اتحاد الكره واللجنه اللي بتديره دلوقتي المؤقته للمجلس الاداره الدائم ان شاء الله مع الانتخابات، وتمنياتنا ليك دايما بالتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا يا فندم. شكرا.